السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، فالله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكنه الجنان مقيما. مشاهدين في كل مكان، صلوا على الحبيب رسول الله. أهلا بيكم حلقة جديدة من أصلي عليك. النهاردة وإحنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، في الأيام اللي كلها نفحات وكلها بركات وكلها خيرات، هنتعلم خلق من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنتعلم حاجة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا بيها، هنتعلم حاجة سهلة على اللسان وسهلة علينا، ما تاخدش منك لوقت ولا تاخد منك جهد، لكن ليها فضل كبير وأجر كبير عند ربنا، ألا وهو ذكر الله. ذكر الله عز وجل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عايزين لساننا يتحلى بذكر الله. عبد الله بن بسر جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ذكر الله لا يأخذ منك وقت، عمره ما هياخذ منك لوقت ولا جهد، لكن ليه فضل كبير وأجر كبير عند ربنا. في هذه الأيام، الأيام اللي كلها خير وكلها بركة، في العشر الأواخر من شهر رمضان، عايزين نتقرب إلى الله بحاجة بسيطة لكن ليها فضل كبير عند ربنا. اسمع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي والغافل عن الذكر ميت. حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فبيقول لهم: أولا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. شوف بقى، تصور كل الخير ده. الصحابة قالوا: بلى يا رسول الله، إيه هو؟ قال: ذكر الله. ذكر الله عز وجل يقربك من الله، فاذكروني أذكركم. لما تذكر الله، الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى عنده. أبو أمامة الباهلي ده كان من مدينة اسمها باهل، كانت جنب المدينة وكان شغال في حرفة، وبعد كده لما هاجر وجه للمدينة عشان يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقاش شغل يشتغله، فبدأ يستلف من الناس والدنيا صعبت عليه، راح المسجد ونام في المسجد. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، لقى أبو أمامة الباهلي نايم في المسجد في غير وقت صلاة، فقال له: ما لك يا أبا أمامة؟ قال: يا رسول الله، ديون وهموم. قال: يا أبا أمامة، ألا أدلك على شيء؟ إذا قلته صباحا ومساء ذهب همك وقضي دينك. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. قم يا أبا أمامة. أبو أمامة قام من المسجد وبدأ يشتغل، اشتغل في المنسوجات وربنا فتحها عليه، سافر إلى مصر وسكن في مصر القديمة، وبعد كده تجارته كبرت وسافر لسوريا ومات من الأغنياء ومن أصحاب الأموال ببركة ذكر الله صباحا ومساء. عايزين نتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة ونذكر الله عز وجل. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، إيه هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. استغفر ربنا كتير وسبح ربنا كتير وهلل ربنا كتير واحمد ربنا كتير في هذه الأيام اللي كلها خير وبركة وسعادة على الأمة الإسلامية. اوعوا تنسوا تشيروا الكلام ده، واوعوا تنسوا إن الدال على الخير كفاعله. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.